لقد زلزلت مظاهرة 11 ديسمبر كيان العدو الفرنسي وأثبتت أن يد الثورة الجزائرية تتعدى الجبال إلى المدن وتحرك الجماهير متى تشاء وكيف تشاء وتدمر مؤسساته العسكرية والمدنية على السواء. وكانت فوق ذلك كله رسالة بالغة البيان موجهة إلى القيادة الفرنسية ولارس ياشار ديغول المتغطرس والرأي العام الدولي الرسمي والشعبي بأن الشعب الجزائري مصمم على استرجاع سيادته مهما كان ثمن وظروف التصدي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.